بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتينا تجزئي سيانزا. فرمى بسم الله الرحمن الرحيم، باب في قيام الليل. بابي جمارة سطو هشتاو سيا. فرمى بابك لباري شون يجوا. طبعا لبابك أنا بيشرح باسي شون يجمعان كردوه بوردي. لرا زور تفصيلي بينام چون گام بابا نه خیر زور بی دوباره بونی بابا کانی تر ثری کم کی نه دیج مار 1275. اخبرنا معمر عن رجل عن ابي العلاء ابن شخير ابن شخير عن ابي ذر قال: ثلاثه يضحك الله اليهم ويتبشبش الله لهم: رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه ثم توضأ فاحسن الوضوء ثم قام الى الصلاه فيقول الله للملائكة: ما حمل عبدي على ما صنع؟ فيقولون: ربنا أنت أعلم به. فيقول: أنا أعلم به ولكن أخبروني. فيقولون: رجيته شيئا فرجاه، خوفته شيئا فخافه. فيقول: إني أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه. رجل كان في سرية فلقي العدو فانهزم أصحابه فثبته حتى يقتل أو يفتح الله عليه، فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة: ورجل سرى ليلته حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه، فنام أصحابه وقام هو ويصلي، فيقول الله لملائكته، فذكر قصته. طبعا أم أثر ضعيفة صحيح نيا. فرمي أبي العلاء كري شخير فرميتي أبو ذري غفاري جرايتي وفرميتي سيكس هي الله جل جلاله بيان بي أكانيو بابلين زرد خنيان بوكا يكميان بي أبكك شو هلا سيبو شو نيشكدن لما لكي خويا وازل جيقاو بانو خو قرمي جيقا هيني هلا سيد دزنو جيقري دزنو جيكي جوان دواتر دس أكابا شو نيش ملايكة كان لين الله جل جلاله بملايكة كان فرمي چی وای کرد ولو عبده مثلا و شوال لو کاتیا، آو حالا لقیت یک بدآب باشه و هستی نیوجن باب که، الان خود زناتری پروردگار. فرمان بالا خوام زناتریم پی بالام، ایوج زنن پیم بالا چیه؟ الان ل شتی کی تو ترساو و امیدی باش شتی کی تو ها. فرمان دی ایو باشه عبده من آمن، اوی لی ترسه، آمینی کم لی ک جهنم، آوشی ک امیدی پی هی پی بخشم ک بهشت. پیا ویدوم پیا و که فرمی ک لقل لشکری ک در آتش با جهاد. لبه اوانی چوار دوری حل دین که تک دورن بلام اما منتو یا خود سرکه و سریانا یا خود شهیده بی اما جبه همان شوا چی وایلی کردو که ابو شوا بی افرمون اوی که شتیک هی امیدی هی پی تو بود دانا او شتیکی جهی لیه ترسی تو دادنا افرمه دی او بشاد بن من لوی لیه ترسی امینم کر که جهنم اوشی امیدی پی هی که بهشت پی دم پیاوی سیم پیاوی کتر که افرمی هر شوکه هر همویلا روشت نعبه ایتر سفره با عبادت سفره با سرخستنی دین بلام کاتک که لجگه اک خوی و حوالانی دا بازن پشو بدن اوان همویان خونه ممینیت و شونی جکا به همان شوی اوان الله جل جلال و ملائکانکا بشاهید بسری و که او لجهنم امینی کردو و بهشتیشی پی ابخشه گردی قد بین لهر سی حالتک یا دوانیان حالت شونیش با سکه بابا کشیل سر شونیش. جمار 1276 اخبارنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن العبد إذا نام وهو ساجد قال: أنبئت أن ربنا يقول: انظر إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي. فرمي حسني بصري فرمية عبد هي حالت يبو شونيش زور ما عنده. كاتك السجدة بلا سجدك يا خوي باتو فرمي الله جل جلاله وملائكتك أنا فرميت ما شايبا دكم بكن جستي لنا عبادتي منا يا روحي شي للاي خوما يعني ببي روحي جاء وقام عدي عبادتك أجمال 1271 أخبرنا شعبة عن أبي بشر جعفر أنه أبي بشر جعفر أنه سمع
حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصوم بعد صوم رمضان صوم المحرم. أمشوك حديث صحيح ولا مسلمة هاتوا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين نيوج لدواي نيوج فرزا كان شو نيوج باشترين رجوج لدواي رجوي مانجي رمضان رجوي مانجي محرمة جمال 1278. أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الليل ساعة لا يوافقها عبد المؤمن نسأل الله خيرا إلا أعطاه وهي كل ليلة. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لشوى ساتك هي هركسي لو ساتي أبا خبر بيو بارتو الله جل جلاله هتجي بيو بيدا أو اشهمو شبكة كيش بديتي لا سيكي شوكاتك الله جل جلاله دا بزيت أسمانيك. فرمودك صحيحة شمارة 1279. أخبرنا عوف عن المهاجر أبي مخلد عن أبي العالية قال أخبرنا أبو مسلم قال سألت أبا ذر أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال نصف الليل أو جوف الليل شك عوف وقليل فاعله. فرمودي ضعيفك فرمي برسيار من كلا أبو ذر شوني شكاتي باشا فرمي يالني وشوا يالنا وراستي شوا منيش أهم لرسول الله بستو برسي عرم لو كردوا بلان فرمودك ضعيفة. باب جمارة 1284 باب في السواك بابك لباري سواك و. طبعا سواك جاري تريش باس معن كردوا كبريتيا لا دلك مسواك جالتك يا كدلك كي بيأكري و باشترين سواك كبكار بهنري داري إراكا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكار هنا أو سنة هند داري ترهي كجي أو قريتو و هند قلزانا أنتنا عند فرمون بهرشتيكي زبر كبتوان الدانا كانت باك كاتو جي أو قريتو بلام داري إراك أصلا كي فرمودي كم كلام بابا هنا بيتي جمال 1208. أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل فتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن وضوءه فاستنى ثم قام فصلى أطاف به ملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه فيما فما يقرأ إلا فيه وإذا لم يستنى أطاف به ولم يضع فاه على فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلا إلى الصلاة إلا استنى. أن فرمديك يا نابيتي فرمديك ضعيفة بشيكي شي صحيحة. أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يدي بياوك هستا لشوا بوشا ونيجبي يأخذ لرجع بونيجي رجبي لازنيجي كي جواني قلتو سيوا أكي كردو دستي كربا قرآن خلان دل لنيجكا ملايكة لين زيكا بيتو بشوال دوري على صوري حتى أكو نزيكا بيتو دمخات دميو دماني بدميو هتشي آتك كي خلان شتنا وملايكتو. وفرمي اگر هل سيتو سيوا كينكا بلام دزنيج بقريوا بون جكي راب وستي ملائكه شوال دوري يقرن بلام دمنا لان بدمي وبقرانك ان بشتا الى ضعيف بلام وبشي تريك رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل بسا بون يج سواك يكر بلاي وان صحيحه وفرمان شي بك دو لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاه. اجر قرز نبو على سر امتك فرمان بيكر دن سواك بكن هر كاتي بو هر نجي هرسانه وسواك بكن هر كاتي بو دزنيجيش بجولانه. جمال 1281. أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال ركعتان يركعهما العبد قد استنى فيهما أفضل من 70 ركعة لم يستنى فيهما. أم حديث أشبه من شوى تضعيف كراوة كأفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قوى أفرمي يتيم دو ركعة نيجب السيواك باشتر لها أفتا ركعة نيجب بسيواك. وكو قسي ابن عطية بيش صحيح ببلام وكو حديث ضعيفة. جمارة 1282. أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا الحسن بن عبد الله النخعي عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدث علي بن أبي طالب أن الناس على السواك قال إن الرجل إذا قام يصلي دان الملك يسمع القرآن فما زال يدنو منه حتى أنه ليضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا وقعت في جوف الملك وحث الناس على السواك. أفرمي أبي عبد الرحمن السلمي علي كري أبي طالب هستا
قصي كربو خلقي لباري قوري سيواكو فري فرمي إنسان كسيواكي كردو هستاد السيكر بنيوش كردن ملايكة لين زيكا بيتو وتاو قدماني بدميو وهمو آياتكان أكويتناو ملايكتكو وفرمي زور باشي باسي سيواكي كردو داوي لخلق كركا أنجامي بدن أنفر مدير هيثمي لا مجموعة زوائدها هنا ويتي لإمام علي وصحيحة جمال 1283 قال ابن عيينة حدثني عبد الكريم أبو أمية قال قال الحكم بن عتبة لشيخ حدث أبا أمية ما سمعت من أبي عبد الرحمن فذكر نحوا من حديث الحسن بن عبد الله أفرمي ابن عيينة فرمي بهمان شوى أم حديثة لا عبد الرحمن أبي عبد الرحمن سليمي بستمانة كإمام علي وهاي بتوى جمارة 1284 أخبرنا حيوة بن شريع عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان إذا تسوك مكث نهارا طويلا لا يستويك فرمي ابن شهاب الزهري كسواك أكد مدتك زول للروج أما وسواك ناكر يعني معناه وين يتودع من بدس وبيب يعني بدان تابور منك بعني كردو تاني يوروني كردو يورو كردو تعسر كردو بوشيوي جمال 1285 أخبرنا عمرو بن محمد بن زيد أن نافع أخبره عن ابن عمر أنه كان يتسوك حين يريد النوم بكرة حين يصبح فرمي عبد الله كوري عمر هل كاتك بي ويستاء بخوي سيواك يكر ولا خوه استاء سيواك يكر بل مجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هات وكا فرمي كان إذا قام من الليل يشص شفاه بالسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركات إلى الشوى استاء سيواكي بناو دميا أجارا وسيواك سنتي شهيها مناو دمي بكي هردد عنا كان نبي بوكا كان نبي اسمع نبي ملاشو شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيواكي هرهموي كردو أروكو چون صحابك عن إجارنوا أفرمون شوين بولاي بيني من سيواكا كلناو دميا يتي لسر زباني وأكوكي لبروي سيواكي زماني كتبو حتى أكو جيغاي كدار سيواكا بيقشتبو وهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوخوي فرمي السيواكو مطهرة للفم ومرضاة للرب السواك باكروي هامودما نيوتو السواك مطهرة للأسنان فقط نا هامودما ورزامن دي الله شي تيدا بويا تا سواك بكي دم باك تربي ورزامن دي الله شي تربي لسر بويا سواك لها مكاتكا مستحبة جمال 1286 أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا استنى فكان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه أفرمي كان أحب إلي من وصيفين أفرمي ابن عمر هركاتي خوارنيكي بخواردا سواك يكت هركاتي قشطاوة لنا الخواردا سواك يكت بيجنا سواك دعنا سواك والسنة وشتكي باشا وأفرمي فرمو أويلا بيشا ايكم لدواش ايكم ومن وازلم كارمنا هنا من كارمنا بيا باشا تقريبا أبو شيوي فرمو جمال 1281 أخبرنا عبد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل أنه إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ذكر نزوله فقال من ذا الذي يسألني فأعطي ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أم حديث صحيحة يتكشي تدانيا كابو ريرا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر قرسعين بو على سر أمتك فرمانا بيا كردن بو همون يجي سيواك بكن وان يجي عيشا شم دو آخست بو نيويشو ياخد سيكي شو بروا شكا براسي نيويشو ياخد سيكي شو كاتي دابزيني الله جل جلاله بو أسماني كمو داواك العبدكاني كي داوي لي خوش بوني ليك علي خوش بكي بداو سيكي هي بو دابين كو كي داخوازيكي بو جبج بابلين رجع بيتوا جمال 1288 أخبرنا الحسن بن حكم الثقفي قال حدثني أمي أنا أبا برزة الأسلمي كان يقوم من جوف الليل إلى الماء فيتوضأ ولا يوقظ أحدا من خدمه وهو شيخ كبير ثم يصلي وكانت أمة لأبي برزة الأسلمي أفرمي أبو برزة الأسلمي طبعا دايكي حكيمي ثقافي يا ريتو كيكيبوا لو افرتاني خدمتي ابو برزه اسلامي كردو افرمي هلا صابو شونيش دزنيجي اقل لني وشوا هيج كسي بخبرنا اكدو شونيجي خويا كد جا افرمي دايكي
حكيمي ثقفي يكي أبو ألا خزمة كاركاني جمارة 1289 أخبرنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته وكانت خادما لعثمان قالت كان عثمان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجد يقظانا فيدعوه فيناوله وضوءه وكان يصوم الدهر فرمي عثمان كري عفان كزبير كري عبد الله ننكي خزمة كاريمام عثمان بوب ويجراته فرمي عثمان كري عفان كشوان حلصا هیچ کسی به خبر نکده ما گریه که خوی به خبر بوده با آن یکی دیود باره با او دزنجا بگرم او بکه به دسمه و افرمی زور جاریش برا جو بو جمعه 1290 اخبرنا عمر بن محمد بن یزید ان اباه اخبره ان عبدالله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له ثم يصير الى الفراش فيغفي اغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك في الليلة 4 مرار أو 5 مرار أفرمي باوكي عمر عمر كوري محمد كوري يزيد يعني محمد كوري يزيد يجريته وكأفرمي عبد الله كوري عمر مهراسك يبو كدفرك آبي تيهالا جيري آبي تيهالا قلت شوان لقال خوايا يبرده جوركي ونزيق لبدا أنا أفرمي هلسا دزني جي بيه قد لش نيو شوا شو نيو جيكر تاوكو خوزوري بوه هنا شو يجيكاكي بالا كوت لهش خوی اچو آن هیله اگ بو خود دوای حالا سعی و جاری کتر دز نیوجیا کت و نیوجیا کت دیسان یتر جاری و ابو خود زوری بوی نه چیو جکی پالا کود فرمی شو آن چوار جار با پنج جار با شو آن حالا سعی و شو نیوجیا کت دو خود تو حالا سعی و شو نیوجیا کت دو خود تو ایش لبروی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی اگری که لعی و خوی هد و ابتی پال که تا خو کی را جابی تو نیوش بکه لشوا ایمن عمری جو فرمید ایج و جیا کت هم شو نیوجیا کت دو هم با خوال و ایش بر دوام نه ابو لنیوش جمارة 1291 أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن رجلا قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى العشاء ثم اضطجع غير كثير ثم قام فرغ من حاجته ثم أتى مؤخرة الرحل فأخذ منها السواك فاستنى وتوضأ فوالذي نفسي بيده ما ركع حتى ما أدري ما مضى من الليل أكثر أم بقي حتى ركبني من النوم أمثال الأمثال الجبال لسفرك يكرى صحابة كان فرمية من أمشو ناخومو سرنجي نيجي بغمري خوا آدم صلى الله عليه وسلم أبي طلحة جاريته عبد الله كري أبي طلحة أفرمي بنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعي نيجي عيشة توزك فعلك وتخوي لك ومدتك خود دعي هستاتشو دستي بأوغان هاتوا لا کالو بره که خواه سیواکی در کردو سیواکی که جوانی کردو دو او دزنیوشی کردو دستی کرد بنیوش فرمه با پیو وستا رکوعی نبر حتی وکو شو زور بی روی کمی که مایه فرمه منیش خوام پینا گیلا خوام لیا که ویتر نزم دو حتی چون نیوشی کرد فرمو دکا صحیحا امام مسلم بشه و اکتر گرابیتی ها جمار 1292 أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان الله وبحمده قال ابن مبارك الهوي الطويل أفرمي كعب أسلمي ربيعي كوري كعبي أسلامي كصحابي أفرمي هن دجال لبال جوركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام وخوم ليك ولنا مزقوتا جوري مزقوت جوري رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزقوت أبو أفرمي جوام لأبو شوان كهلسا بوشون يجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمي سبحان رب العالمين الهوية يعني زور وعاود أفرمي هر دوباري كردوا باشان يفرمي سبحان الله وبحمده جد عاود سبحان الله وبحمده أويج الهوية يعني يمشي زور دوباري كردوا عبد الله كريم بارك وتفسيرك جمار 1293 أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا محمد بن منكدر أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا قال والرجل رضا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه فرمديك ما بأجرة ولا عائشة خاتون ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي هربي عبير راحت بلا سرشو نيش بلام شبك خو زوري بو بيني وني على شون يجكي بك الا الله جل جلاله اجري شون يجكي او شوشي بو انسي جمار 1294 اخبرنا سفيان الثوري عن عبده بن ابي لبابه قال سمعت
سويد بن غفلة يحدث عن أبي زر أو عن أبي الدرداء قال ما من رجل يريد أن يقوم ساعة من الليل فتغلبه عينه إلا كتب الله له أجرها وكان نومه صدقة تصدق الله عليه بها لا أبو الدرداء وهو شوي حديثكي عايشة خاتونة كارت وكا أركسي راها تبع لسر شونيش بلام شوك خبري نبيت وشونيش كيبك الله جل جلاله أجري شونيش كيبو ونسيو خوكشي بوكاتا صدقيك وفي بخشه جمارة 1295 أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي لبابة عن سويد عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء قال ما من رجل يريد الصلاة بالليل فينام إلا كان نومه عليه صدقة من الله وإلا كتب له ما نوى هربها ما نوى بيشوى جمارة 1296 أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني سليمان بن أبي زينب قال سمعت عقبة بن مسلم يقول توضأ عمر بن الخطاب ذات يوم وعنده معاوية بن حديج فجعل معاوية ينظر إلى وضوئه فقال عمر يا ابن حديج إن الوضوء صالح وضوء الصالح يطرد عنك الشيطان فرمي ابن حديج كان كمعاوية كري حديجة تماشي عمر كري خطاب يكدس نيجي كات عمر كري خطاب يبيني تماشي كدس نيجي فرمي دس نيجي شاك شيطان دور خاتو ابن حديج عقا داربا فدس نيجي شاك بقرن شيطان لخوتان دور خانو جمارة 1291 أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا توبة بن نمر عن عمران بن عوف الغافقي عن عطاء بن يسار عن عبد السلام بن سلام قال من توضأ من غير حدث ولم يكن داخلا على النساء في البيوت ولم يكسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب فرمي عبد الله كري السلام فرميت يركس يدزنيش بقري ببي ويدزنيش شكابي ونشيت لا يجنان لما لكان لو كسنا بك بابلين بدوينا موسي خلقه وما بس يوي وما لي حرالي حرامي شي نخوار دبي إلا الله جل جلاله لدنيا رزقي أداب بحساب جمارة 1298 أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن عبد الرحمن بن جساس أنه حدثه عن عمر ابن حوريس قال بلغني أن الطاهر كالصائم الصابر فرمي عمري كوري حوريث فرمي يدي بيام قشتوكا وكسي خوي أجري كعمري كوري حوريث كسيكي مصرية أفرم بيام قشتوه وكسيك خوي أجري بدزنيو جو بردوامي بوشي وامينيته وكو كسيك وايا كبروجو بي يأخذ لشوني جامي جمارة 1299 أخبرنا الحسن بن زكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا إسنادي أنفر مدية ضعيفة بلام إلا مجموعة زوائد تحسين كراء وبشاهد كان أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يشو بدس نيجو بخوي ملائكتك لجاكا لقال يبيع هركاتي وكس خبري بيت ولا شو ملائكتك أفرمي فرودقارم لو عبدت خوش بشنك براسي أمشو بدس نيجو بخوت جمارة 1306 أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش فإذا كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود أبي عثمان أصبحي لأبو الدرداء ويجرت وكأفرمي أبو الدرداء فرميتي إنسان قربته بخبي شو روحي برز بيته بلا عرش إنساني ما اندار طبعا أقرب دزنيه جوابه ريبي أدري لو سجد بري أقرب دزنيه جوابه ريبي أنا أدري سجد بري كاتب دزنيه جواب خبي شتيكي زور باشك جمارة 1301 أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال كانوا يشبهون الصلاة العشاء بصلاة الليل مجاهد فرمي هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هندي جار نيجي عشاء نزيك كذا ولا نيجي شوي يشبهون يعني نزيك أنا كذا يقاربونها جمارة 1302 أخبرنا يونس عن الزهري عن سائب ابن يزيد وعن عبد الله ابن عبد الله أخبره عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل عمر بن الخطاب فرميتي هركسي بخبي شو هالنسي شو نيشبكا وحزبك إلى قرآن بخويني خوي لي بكبي دواتر كبون يجي بعري هستا لن يجي ضحايا بيخويني و وكو أوال الشواخ يندبتي أبو شواء الله جل جلاله بيانوسي
جمارة هزار سياسات وسي أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن حسين قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز أن ابن عبد أخبره أن عمر بن الخطاب قال من فاته شيء من حزبه بالليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما لم تفته وكأنه قد أدركه. بهمان شيوي أثركي بيشوى لعمر كري خطابه. جمارة هزار سياسات وشوار أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال من فاته ورده من الليل فليصلي به في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. هربهمان شوي أثر كيف يشوى بس يسند لإمام عمر وهي نابيتي وصحيحشة. جمار هزار سيصط بينج أخبرنا حماد بن سلمة عن سعد بن إبراهيم قال فليصلي إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يعني كانت يخور لنا وراسي أسمان لا أداب بيجني وربا كاتك. جمارة هزار سياسة شش أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن مغيرة أن منقذ بن قيس أخبره عن ابن عمر أنه كان يصلي في الهجير حين تزيغ الشمس 4 ركعات أو 6 حتى يفرغ منهن مع التأذين الأول أو ربما فرغ منهن بعد التأذينين. ابن لهيعة جارته كفرمي عبد الله كري مغيرة بوجرامته لمنقذ كري قيس وكا عبد الله كوري عمر انه يجي اكركي كاتي هجيره كاتي خور قرم ابي واشتري ترخوي ناقري لسر لمدا بني شي وقريبه دواي سيبره وكاته هجيري بيه وتريك نزيك ساعات دوونا واكا فرميت شوار ركعات يا شاش ركعات يا كر وفرمي او كاته طوابو كبانجي كما درا بو جمعه انجا دواتر كطوابو فرمي لا ياخذ جاري وابو بانجي دو مش درا انجا طوابو هرب دوام كله. جمال هزار سياسات وحود أخبرنا سفيان عن أبي السنان الشيباني عن أبي صالح الحنفي قال إذا بات الرجل طاهرا مسحه الملك. أفرمي أبي صالح حنفي فرمية إنسان قرب دزنيج وبمينته حتى بمينته أو ملائكة دستي بيا هنا بيخوش يعني كأو باكا. طبعا ما ثاراني هنا يتيمو لباري دزنيج ونجوه وصحابش ببي سواك دزنيج ونجوه نكردوه لقل تابعين بوه بوشيوه هنا. جمارة هزار سياسة هجد أخبرنا مسعر قال حدثني أبو صخرة قال سمعت عبد الله بن عتبة يقول رأيت عمر صلى قبل الظهر 4 عمر كري خطاب بيني وعبد الله كري عتبة كبيش نيجيني ورد شوار ركعتي كردوا. جمارة هزار سياسة أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال كان عبد الرحمن ابن عوف يصلي قبل الظهر صلاة طويلة فإذا سمع الآذان شد عليه ثيابه وخرج. فرمي عبد الرحمن كوري عوف بيش نيجي نيورولا مالوا نيجي يكرد نيجي كيزور دور دريجي يكرد كجويلا بانقبو نيجي كي طواه وكردو سلام يدايوج لكان يبيش هاو برو مزقو تروي. جمارة هزار سياسة وذا أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن مغيرة أنه سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث أن عبد الرحمن كان يسبح قبل صلاة الظهر حتى يفي 2004 ركعات يصليهن حتى إني لأقول قد قرأ في بعضهن سورة البقرة. فرمي عبد الرحمن كوري عوف نيجي أكرت بيش بانجيني ورو يعني لبيني ضحاوني ورو شوار كاتي أكرا وانا دور دريجة بو هندي جارة مد بيش سورة بقرية يا بخواني. جمال هزار سياسة يعزا أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعيد بن منذر الأنصاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 3 قال إن استطعت قال فكان يقرأ كذلك حتى توفي. فرمي سعد كري منذر أنصاري فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتم قرآن بخيونا لسير رجاء أقرتوانيت. فرمي سعد تاوفاتي قل هربو شيوا لسير رجاء ختمي في قرآن يكير أو كوتاي أو بابجبو بابي. جمارة سطو هشتاو بينج باب في قراءة القرآن أما بابك لباري خيونوي قرآن وقد قد بين لبيشو تريشا بابك تريها وشيوي أم بابها أبو يا كم أثر كي ناويت يا فرمي. جمارة هزارو سياسة دوانزا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 17 ركعة أم حديثة مرسلة. طاووس راويك لبيني خوي رسول الله أخات ناوي نابا بوي حديثي ضعيفة كافرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوان 7 ركعات شون يجيك ولا معيش خاتونا فرمي نلا يانزو نلا سيانزو زياتي
نكر دو رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارة هزار سيسطو سيانصر أخبرنا ابن الله عتى قال حدثنا بكير بن الأشجع قال سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان قام بعد العشاء فقرأ القرآن كله في ركعة ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا أمش بهمان شواء ثريكا كهندق لزانا ينقصيان لسرك الدو تضيف يعني كدو هنا كيش تحسين يعني كدو كإمام عثمان ليكشوا ليك ركعتاها مو قرآني خوين دوا بيشو دوا أبيج هيتشين خوين دوا يعني يكوى تري كدو هم قرآني تيا خوين دوا إن شاء الله ليريا وستين درسي داتو بردوان بالله أثار كانت رو الحمد لله رب العالمين.